مهاب سعيد. لا وتقولي النيك نيم، تقولي اسم الشهرة. لا بلاش اسم الشهرة. لازم تسيبنا انا اسم الشهرة. اسماء الشهرة الفضح. لا طب لا لا مدام لا ايوه اديله المايك في الطلعة دي. عندنا مازن وبوشة جيار البطة. ليه بس كده؟ ها عربي عندنا ياسر مهاب فوكس عبس السندال. السندال بتاع الفرقة. السندال ده حاجة حديد كده بيبقى عند الحداد عشان يخبط عليها أي حاجة، يعني حاجة حاجة صلبة الناس الحداد اللي بيدق عليها سندان. السندال المطرقة والسندان. أيوة. ده حاجة تقلع يعني حاجة جامدة. ما هو لما بيقع يعني ده مدح مش ذم يعني. لا هو مدح بس لما بيقع ما بعرفش يقوم يعني. بنحاول نقوم بالعافية. لا خلينا في المدح. السندان الجامد. عندنا بيبو. واسمك النهارده سبايسي. ايوه وزياد وفي الدلع مازن، لان انا بتلخبط ما بينهم هما الاثنين على طول. وعندنا دودو والاخطبوط. اهو طبعا وفرعون. فرعون. لا في محمد رمضان الالماني. لا 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 ده بيحيي بس الدبلير بتاع محمد رمضان. عبر دور عليه يا جماعه. انت شفت انه روح ولا حاجه؟ انت شفته بيحيي ازاي؟ تحس انه في سوق الخضار وبيحيي الناس. هو اكتشاف بتاع يا عم انت بطل العالم. اهو هيشوفوا اهو الماني. الالماني ابتسامه جامده جدا. ومسمينه محمد رمضان ليه؟ لا هو مش شبه محمد رمضان، هو عشان شبه ولد كان طالع في بيت محمد رمضان. ده اللي انا عرفته بعد كده. يعني انا اكتشفت ان هم بيقولوا له الماني، فانا بقول لهم الماني محمد رمضان يعني في الفيلم بتاع الالماني؟ قالوا لي لا ده في ولد كان قاعد جنب محمد رمضان اسمه الالماني. ماشي. يعني هي اللقطه كانت كده. طب معلش بقى، وانتم مسمين الكباتن ايه؟ لا لا قولوا. احنا طبعا عندنا اتنين من اهم الاسماء في كرة اليد في مصر. صحيح ان النهاردة هم اللي بيدربوا، انما في يوم من الايام كانوا هم الابطال اللي مكان الابطال اللي موجودين دول. ابطال عالم، افضل هدافين في العالم، اسماء يعني لحد اللحظة دي جيلي والاجيال اللي قبلي واللي بعدي يعني بينحنوا احتراما وتقديرا لكم انتوا بقى. يعني فانا عايز اعرف النيك نيمز بتاعت الكباتن ايه؟ سموهم ايه؟ يلا حد مين يقول؟ مين يقول؟ مين يقول؟ شكلك هتروح النهارده. كابتن زيكس. ايه ايه ايه؟ كابتن حسين زكي، يعني زكي زيكس. يعني ده بتقوله في وشه كده ولا من وراه؟ لا هو حبيبنا يعني. كابتن زيكس، كابتن حسين. كابتن ميجا. معلش مرة ثانية. كابتن ميجا. ميجا. العالمي. الإداري بتاعنا. ايوه طبعا اسمع على مسمى ده. اها قناص البطولات ده. نص تاريخ مصر يعني في البطولات هو كان مشارك فيه. ده حقيقي ده حقيقي.